السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يعني أرجو أن أجد عند حضرتكم الحل للموقف الأسرة اللي احنا فيها دي، ولما أخذ ما فيش أم وأب وابن يترمم على السلم كده، ده بسبب لما أخذ يعني تحايل على القانون ما بين ابن ما بين زوج وزوجة، يتحايلوا على القانون وهم عايشين مع بعض أحسن عيشة ويمكن أحسن من ناس كتير. خبال حضرتك يعني جيب شهر 10 يوم 27/10 هتتمم الموضوع التنفيذ عشان ينفذه. كانت الام قاعده لوحدها، ودي اصلا شاءت اسره. اما الام قعدت لوحدها رفضت ازاي واخد مني 15,000 جنيه ويروح لمؤاخذه ينفذ عليها التمكين؟ رفضت. الناس خدوها في الاسم هناك ومحولها من الاسم على النيابه واتبهدلت في اليوم ده، وطلع حوالي الساعة 12 بالليل من سرايا النيابة. واخد بال حضرتك؟ امبارح بقى نفذوا التمكين من تاني، من مرة تانية. والتنفيذ ده أصلا لعبة ما بين مراته وما بينه هو. أنا أعرف التنفيذ ده بيجي بعد الطلاق وبعد المشاكل في المحكمة ما بين الزوج وما بين الزوجة. وهم دلوقتي عايشين يعني بيرجعوا ذكرى ريمي وجولييت. وبس ما ينفعش بالوضع اللي احنا عايشين فيه ده. جه حضرتك نفذهم والناس سايسونا لحد ما طلعنا بره على الباب وقفلوا على العفش بتاعنا وعلى العلاج بتاع الحاجه وعلى اكلنا جوه حضرتك. يعني وضع ما يرضيش ربنا نهائي. وبعدين انا تعبت عليهم وشقيت عليهم، انا راجل صنايعي بشتغل بدراعي. ماليش مرتب ثابت ولا اي حاجه، وهم عارفين كده. وخبال حضرتك فما ينفعش اللي احنا عايشين فيه ده. ما يرضاش رئيس الجمهورية ولا يعني نرجو ان نلاقي الحل عند حضرتكم يعني بإذن الله. نسأل الله التوفيق بذلك. محكمة حاجة اللي تم يعني هو منين كان خارج الشقة ومنين جيت مكان من الشقة؟ يعني الناس بتسأل القضية مش قنوعة بالنسبة لنا. طيب تمام، هو الغلطة كانت بداية قانونا متمكن من قصه الشقه، لازم يكون معايا عقد ايجار، انا كزوجه لازم يكون معايا عقد ملكيه، الكلام ده مش موجود. لا حقيقي بص حضرتك، يعني هي الغلطه غلطتي انا ان انا تعاطفت مع ابني، ولو اعرف ان الحوار كده ما كنت سكنت ابني. وانا بناشد ام واب ما يقعدوش ابنهم في بيتهم نهائي بالوضع اللي هم بيحصل فيه ده، لان بقت صفقه للزوجه ان الزوجه تقعد مع ابوه ولا ما تقعد في بيت العيل بقت سابقه من نزبله. وخلي بال حضرتك في الاصل القصه كلها ان انا قعدته عندي عشان يتجوز، واستضافته لمده سنتين اتنين بصفه الاستضافه، وحللت مشكله كان مشكله ما بينه وما بيننا سايبه. بعد السنتين اتنين عاوز يقعد بقى يتمم فيها. وانا حضرتك ان الشقه اللي تحت دي اللي كانت بتصرف عليا، وفي نفس الوقت برضه حلت لي مشكله لان كان عندي بنتين اتجوزوا ورا بعض واندينت فيها، فانا بعت الشقه دي وربنا عني وسديت الدين اللي عليا. لما هو مشي بشهر 12/2018 بعد ما مشي، رحت انا جاي طالع على الشقه هنا وصرفتها. واخد بال حضرتك؟ جبت عفشي كله واللي كان تحت وقعدت هنا وهو مشي. في شهر 12/2018 وهو فضل ما بينه وما بينه كان في قضية اللي هي نهاية الاستضافة وما كانتش انتهت لحد ما اتحفظت. هو كان بيقدم ان الشقة دي بتاعته هو وهو اللي بنيها ازاي حضرتك؟ هو من مواليد 88، بنيها ازاي وانا شاري البيت ده ب96 وسكنت تحت 15 سنه، تعاطفت مع اسره لمده 15 سنه وطلعت قعدت هنا وكملت تربيتي مع عيالي. هو كان عنده 12 سنه بالوقت ده لما احنا طلعنا هنا سنه 2000. يبقى ازاي طفل هيبني شقه وعنده 12 سنه هو في سنه 5 ابتدائي؟ هو حياته كذب بكذب، والناس بيكذبونا بيقول لك لا ده هو اللي بناها، انت مش عارف ايه غلطان يا ست ام عماد، ده مش عارف ايه. هو في تيبل يبني شقه وهو عمره 12 سنه؟ الناس العاقله تحسبها كده كويس؟ ما يصحش. المهم بعد ما استضافته السنتين مشي في شهر 12 يوم 4 شهر 12 مشي وخد مني 15,000 جنيه وسكن بره.
وراح جاي ماشي بقى ايه في موضوع التمكين ده ما بينه وما بين مراته، قاعد يذبح بوليس يمين ويذبح بوليس شمال لحد ما خد التمكين، واخد بال حضرتك؟ ومن يومها واحنا قال لي جرس يضرب علينا نجري شمال ونجري يمين ونخاف ونبص ونشوف في ايه في البلكونه ومين اللي تحت، كاننا احنا يعني اغتصبنا حاجه، ولا اغتصبنا لا مؤاخذه غساله، ولا سرقنا اي حاجه من العيشه بتاعتها. في تلك اللحظات دي باب الشقه اللي حضرتك كنت قاعدين فيها. ايوه حضرتك، دي الشقه اللي بالدور الرابع. نعم، حاجات ما حاجات لو اكلنا جوه، والعلاج بتاع المدام جوه بقى لها يومين ما خدش العلاج، قفل عليها ومشي. طبعا ما يرضيش ربنا، ما يرضيش حضرتك السيد الرئيس، ما يرضيش حضرتك وزير العدل، ما يرضيش النائب العام، ما يرضيش اي مسلم، واحنا عايشين في بلد اسلاميه، فين الرحمه؟ لو الابن ما عندوش الرحمه، الناس الكبيره لازم تكون عندها رحمه وتقوى شويه. وشكرا. نعرف يسجل والله. انت لو حريصه حاجه تستغيث بمين؟ توجيه الاستغاثه. بستغيث برئيس الجمهوريه، هو الاب الكبير. وبستغيث باستاذ احمد الحجار، انا رحت له. وبستغيث بالنائب العام. وبستغيث بكل شيخ الازهر، كان يرضى ربنا. اب عنده 60 سنه وام داخل عندها 59 سنه مرميين على السلم كده بهذا النظام ده، وهو عايش عيشه هنيه هو ومراته. ما ينفعش، ما يرضيش ربنا. انا بستغيث بالناس كلها، اللي يقدر يعمل معايا حاجه ايه يعملها. وعندكم في المحور هناك في صدى البلد، ما هو ضربني ومراته ضربتني وانا ما اقدرش. بيهددكم حاجه بشكل متكرر؟ لا، بيهددنا ان هو عايز ياخد الشقه، وهم ست اولاد، ياخد واحد نفر ياخد الشقه ازاي؟ اللي هو عايزني ابيعها له بيع وشراء، واخر مساومه حضرتك عاوزني ابيعها له بيع وشراء، وقعدني عنده بصفه مستاجر وياخد مني الايجار. ان انا قعدت عندي ما خدتش منه جنيه، وكنت بدفع له الميه وبدفع له النور. دلوقتي حضرتك هو عاوز مني ان هو ياخد مني الشقه ويقعدني بصفه مستاجر. تمام. يعني لو مثلا هتفضلوا قاعدين هنا ولا ايه الوضع يعني؟ احنا قاعدين هنا لحد ما ربنا يوقف لنا اولاد الحلال ويدخلونا شقتنا تاني. دي شقتنا ودي شقه عيله. يا ريت باذن الله ان نلاقي الحل عند حضرتك. انا عارفه ان استاذ احمد موسى بيكلم مشاكل، يعني استاذ احمد موسى واستاذ مصطفى باكر انتوا في القناه، حلوا له مشكلتي، حلوا لابو مشكلتي، مرميه على السلم بالامبارح. اذا كان يرضيكوا كده سمعوا صوت لرئيس الجمهوريه، انت اللي هتوصلي صوتي، انت اللي هتوصلي صوتي يا استاذ احمد واستاذ مصطفى بكري. انت راجل، انت ناس كويسه، وصلي صوت للرئيس، للنائب العام، لكل الدنيا. شوفي الحل في مشكلتي. انا مش عايزه شقه مساعده من حد بعد اذنكم، انا عايزه اخش شقتي وبيتي لحد ما نتكل على الله ونموت، ويبقى يجي ياخد هو واخواته. بس هو ده اللي عندي. لكن انا شكرا، مش عايزه اي مساعده من اي حد، انا عايزه اخش شقتي والله، واخش بيتي وانا على فرش انا وابني وعيال والاستاذ بتاعي، لان ده ما يرضاش ربنا. يا استاذ احمد موسى، انا عارفه ان انت بتقف مع ناس كتير، اقف جنب الله يبارك لك انت واصلح مصطفى بكري وكل اي حد يشوف. واستاذ عمرو اديب، يا استاذ عمرو، اقف جنبي يا استاذ عمرو اديب. انت روح، كلكم ولاد حلال، اما تسيبونيش كده مرميه على السلم كده كأم وأب. عيب، احنا ما لقيناش في السن ده عشان ابني يتحايل على القانون ويصرف فلوس عشان ياخد التمكين ده. حرام والله، حرام. وحزب الله ونعم الوكيل فيك يا ابني، حزب الله ونعم الوكيل فيك يا ابني، ويا رب تشوف وابنك يعمل فيك اكتر من كده. يا رب يقول ذنب امي وابوي، يا رب يا رب تقبل مني، يا رب يا رب تقبل مني، يا رب انا قلبي موجوع وتقبل مني.